بحكم الربين هسه تغيير جو، فاحنا مقبلين على تغيير الجو، فاحنا راح يصير يتغير الجو يصير تاونز، فاكو اكثر بين التاونز وتاونز الوبائي لا سمح الله اللي هو تؤدي لا سمح الله الى حالات وفاه. فانا اي اصابه من التاونز احاول دائما البس الكمامه، عفوا الكنز استعمل اخلي بمكان، اعزل اغراضي وشغلاتي وفراش عن اهلي، اخلي يعني مكان معزول، ليش؟ حتى ما انقل العدوى، الاهل بيطلع على اقرب مركز صحي اروح واخذ العلاج. التزم بالكمامه ضروري انه هو ما اطلع عن لابسه، حتى انه تطلع النتيجه انه انا ما مصابه لا سمح الله بالانفلونزا الوبائيه. يعطيكم العافيه.